السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الكريم. تفضل. لو ممكن يا شيخنا، في مواقع اسمها مواقع العمل الحر، بيبقى فيها يعني مختلف أنواع المعاملات، يعني مثلا مدرس مثلا هيدرس عليها وكده. المهم موضوع السؤال، لو هو مثلا المدرس حصته بعشرة جنيه مثلا، بياخد الموقع عليها نسبة مئوية، فهل ده جائز ولا فيه؟ جائز، ما فيش مشكلة. ايه المشكلة فيها؟ كنت سمعت قرأت على موقع على النت ان هو قالوا ان دوت جمهور العلماء على انه مش جائز، بحيث ان هو يعني قالوا ان ده سمسرة بنسبة مئوية فتدخل في الغرر. لا لا، دلالة يا اخي، هذه دلالة، ما فيش اي مشكلة ابدا، يعني ما فيهاش شبهة ان شاء الله شيخنا. لا لا ابدا على الاطلاق. ماشي شيخنا، لو سمحت معلش شيخنا، طلب اسالكم الدعاء والاخوه على البث للشفاء. الله يعافيك من السوء المكروه يا اخي، الله يعافيك ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين من السوء المكروه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى. معك مصطفى، تفضل. ازيك حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لحضرتك، كان اللهم بارك، كنت من انا شاب عندي 20 سنه ولا حاجه، كنت عملت ذنوب يعني وبتاع، وعملت. فدلوقتي انا عندي 32 سنه، عندي حاجات كتير في حياتي واقفه، فحاسس ليا من الذنوب دي، فانا بتوب لربنا منها، تمام، وبرضه بعمل ذنوب تانية بس ذنوب بسيطه. هي في مظالم، في مظالم للعباد. في ايه؟ في مظالم. في كنت يعني كنا شباب صغيرين، في مظالم للعباد. يعني كنت في يعني بعد البلوغ سرقت احد، اكلت مال احد. ممكن تعرفهم؟ لا ما اعرفهمش، ده ايام مدرسه وايام طيش، ويعني كنا ماشيين في الشارع وحاجات انا ما اعرفش. لا لا تيأس من رحمه الله، واكثر من الصدقات. ماشي، الله يكرمك. اقفل الباب يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا مصطفى. الحمد لله. بص حضرتك، انا كنت بتكلم حضرتك امبارح على الشركه، بس ما عرفتش اوضح لحضرتك صح. هي شركه اللي هي التسويق الالكتروني على الموقع. ايوه. هم عندهم موقع ما ينفعش اي حد يخش عليه الا لما هم يوظفوه ويديله الكود الاول. طيب. بعد كده هم عارضين منتجات، حضرتك بتخش تدفع فلوس وتشتري المنتج وبعد كده ترده، وبيديك الفلوس بتاعتك. كيف تشتري؟ عفوا، كيف تشتري المنتج وبعد كده ترده؟ بتدفع فلوس. يعني انا اشتريت منتج، المنتج ده معلوم الاول ولا مجهول؟ لا معلوم. معلوم. افترض انه قدر مثلا من القدور، اشتريته القدر، وايه اللي حصل بعد كده؟ بعد كده انا رده، ارجعه للشركه، يعني اخش اعمل عمليه ارتجاع. ليه؟ ايه هو الفكره، انا سالتهم ليه؟
قال لي عشان المنتجات تاخد تقييمات عاليه اني عامل عليها حركه بيع. لا لا لا، ده غش وتدليس، ده اسمه نقش في البيوع، اسمه نقش يعني. او نقش في البيوع لا يجوز يعني. لا يجوز، لانه يغرر بالناس الاخرين. اقفل الباب يا عبد الرحمن معلش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير يا شيخ. كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. هو انا طالبه جامعيه، فانا بكون مضطره ان انا اسافر من بلدي للبلد اللي فيها الجامعه وكده. فطبعا في حديث عن النبي ان هو لا تسافر مع رفقه امنه، ولا عليه الصلاه والسلام مع رفقه امنه ولا بدون رفقه امنه؟ يعني انا ساعات بسافر لوحدي يعني، بس مش اللي هو مثلا ساعات بسافر لوحدي يا شيخ. يعني لوحدك ازاي؟ يعني في سياره لوحدك ولا راكبه مع ناس؟ لا ما انا راكبه مع ناس، ولكن الناس بتكون دي غريبه في المواصلات. ايوه غريبه في المواصلات، لكن يعني يصعب ان احد يعتدي عليك. بالظبط كده، ما فيش حد يقدر يعتدي عليك. بالظبط، ان هي بتكون يعني برضه المواصلات فيها طلاب جامعيين كثير وكده يعني. ما فيش معاكسات؟ ما فيش اذى بالحقك؟ لا ما فيش يعني، بس هو ممكن يعني الانسان في طبيعه المجتمع اللي احنا فيه ده ساعات بنتعرض لكده، ولكن ده طبيعه المجتمع. لكن بكلام ولا ب هو ممكن بكلام احيانا او نظرات مثلا. ايوه، لكن لا تتجاوز هذا. بالظبط كده يا شيخ. في مجرد يوميا ولا كل يوم ولا؟ لا يوميا يا شيخ، يعني انا المسافه ما بين منزلي والكليه الى حد اكثر شيء ساعه ونص. ساعه ونص. ما فيش اتوبيس خاص بالجامعه ولا حاجه؟ لا هي بتكون مواصلات عامه. الكليه كليه نافعه يعني ولا ملهاش لازمه ولا؟ لا كليه نافعه يا شيخ والله الحمد لله. والله إذا كانت الرفقة أمنة مع الضرورة، رفقة أمنة وضرورة لا بأس. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أطول الله في عمرك في الطاعة إن شاء الله. آمين يا رب وياك. شيخ انا عندي سؤال بعد اذنك. اتفضل. فطرك الله. والله انا كنت حابب اشتري سياره عن طريق البنك. طبعا هم قالوا لي، سالت بعض الاخوه قالوا لي طبعا لا يجوز، فرحت سالت حد من البنك قال لي احنا بنشتري السياره باسمنا. لا يجوز، لا يجوز، ويضحكون عليك، ولا يشترونها إلا إذا أنت وقعت لهم على عقد الشراء مسبقا قبل أن يشترونها. هم قالوا لي هتدفع مقدم 250 وتمضي معنا وبعدين تيجي تستلم السيارة. لا يجوز. شكرا جزاك الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم يا حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله أنا بخير. يا رب دايما بخير. يا رب، اتفضل. عندي سؤال يا عم الشيخ. اتفضل. هل يجوز الدعاء في صلاة الفجر كل يوم يعني؟ والله يا أخي احنا للنوازل التي تمر بنا الآن نقنط في صلاة الفجر يوميا. السلام عليكم. انا بصلي مثلا ورا امام كل يوم في الفجر الامر في ساعه، ما دام امامك قنت اقنط وراءه. طب هل جائز يعني ولا؟ جائز جائز، مش في نازله، جائز. تمام يا عم الشيخ. الله يسلمك وجزاك الله يا ياسين الحسوني خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أولا إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. والدتي يا شيخ تقوم بتربية بعض الطيور يعني في البيت. بعض الطيور؟ آه. تربية بعض الطيور وبعد؟
فقامت قطة غريبة عن البيت يعني بأكل بعض الطيور. جاء قط غريب أكل بعض الطيور وبعد؟ فأشارت عليها إحدى جارتها. أشارت جيران. إليها جارة من من الجيران إيه؟ بوضع سم للقطة يعني. إيه. عملت ولا ما عملت؟ عملت. ومات القط؟ مات القط. خلاص يلا عفى الله ما سلف. إن كانت هناك طرق أمثل أن تأخذ القط في شوال مثلا وترموه في أي مكان بعيد. لا تعلم القطة تأتي بالليل ولا تعلم. خلاص إذا كان بهذه الطريقة عفى الله عما سلف. بارك الله فيك. طب يا شيخ. نعم. أريد أن أتعلم علم الحديث. أنت من أي البلاد؟ من صعيد. عندكم ناس تعلم علم الحديث؟ نعم. عندكم ناس تعلم علم الحديث ولا لا؟ لا لا. طب ممكن تدخل على موقعنا على اليوتيوب في دروس في المصطلح تسمعها أولا وبعدين ننتقل إلى المرحلة الثانية إن شاء الله. ماشي. بارك الله فيك يا فيصل الجزائري حفظك الله. السلام عليكم. بارك الله فيك يا من بنتك كرة عينك. كرة عيننا بالفردوس وبالذرية الصالحة والأزواج الصالحين في الدنيا. نعم نعم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. كيف يا مصطفى الحال؟ الحمد لله حالي طيب الحمد لله. يا رب دايما. مرحبا يا شيخ مصطفى، ما نصيحتكم للشباب المدمنين على ألعاب الموبايل والبابجي والكلام ده؟ والله نصيحتي يعني أن يحرصوا على ما ينفعهم. كما هي وصية رسول الله. حاولت معاه كتير بشتى الطرق ان هو يسيبها مفيش خالص. ابنك؟ ابنك او من؟ اخي الصغير. والله يعني ابوك موجود؟ موجود الحمد لله. كل ما ابوك خذها منه. والله ابويا زهق معايا شيخ. الله الهادي والله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلك شيخ عندي سؤال. تفضل. لو في شخص مبتدع أو ضال أو كذا يعني ينفع إن أنا مثلا أنسب له كلام أو يعني أكذب عليه كلام هو لم يقوله عشان أبعد الناس عنه أو كذا؟ لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. طب يا شيخنا إحنا سمعنا من فضلتك منذ أيام. ايوه. انك من باب الانصاف يعني. ايوه. نسبت للمداخلة انهم يضللون. صبرا اصبر اصبر يا حبيبي. اتفضل. انا ذكرت المداخلة بالاسم. قلت الذين يسبون العلماء. ايوه قلت الذين يسبون العلماء، هل قلت المداخلة؟ السائل كان يسألك. انا اسألك خلال. الان انت تقول لي انت قلت المداخلة. اولا هل المداخلة حزب؟ والله لا تدري. هل انا ذكرت المداخلة بالاسم؟ رددت على المداخلة. انا ما بجيبش بس صبرا بس شوية. هل في حياتك وجدتني قلت اسم المداخلة؟ يا شيخ قلت الجامية والمداخلة. انا قلت الجامية والمداخلة؟ لا ما حصلش، ما سميش ابدا، انا ما سميش ابدا في على قناتي هذه ابدا، ما اسمي ابدا اي اسم. فراجع الاول المعلومة وبعدين تعالى حاججني. أما إذا قلته الذين يسبون العلماء الله ينتقم منهم، من كانوا الذين يسبون العلماء أقول ذلك ولا زلت أقوله وإن وأكرره، الله ينتقم من كل من يطعنون في أهل العلم، الله ينتقم من كل من يطعنون في أهل العلم الشرعي ويتركون أهل الأوثان ويسبون أهل الإسلام، أدعو عليهم ليل نهار. أدعو عليهم ليل نهار. الذين يطعنون في العلماء يتركون اليهود ويتركون النصارى ويتركون أهل الشرك ويتركون العلمانيين ويتركون الليبراليين ويتركون أهل الظلم والممثلين وأهل الفساد ويتفرغون للطعن في العلماء، الله ينتقم منهم ويشتت شملهم. اسمعها مني،
الله ينتقم منهم ويشد شملهم. هذا الذي أقوله واسمعه وانصرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يسلمك يا شيخ. الناس كده اللي عندنا بيبقى ليه إدارة للأسف مش ما عندهمش علم كتير، فبيقعوا في بدع ومخالفات وكده. فالواحد بيكون عايز طبعا يصلح يعني الحاجات دي، فان هما طبعا اذا كانوا مش لا يقبلوا النصيحة وكده، فهل يجوز ان احنا نشيلهم ونحط ناس تاني؟ طبعا اذا كانت ادارة لا تحسن تسيء ولا تصلح اصرفوهم واتوا بادارة جديدة. طيب، وهل ينفع ان الموضوع ده يبقى يحصل اللي احنا نشيلهم ونحط ناس تانية بالانتخابات؟ فلا ساعتها كده هنكون بنخير الناس عايزين الشرع ولا لا؟ والله في هذه الأحوال عموم أهل المسجد بنعتبر أهل المسجد أهل صلاح في الغالب، يعني مش هنجيب ناس شوارعية نقول لهم ادلوا برأيكم، ولا هنجيب ناس كفرة نقول لهم ادلوا برأيكم، لكن نستشير أهل الصلاح وأهل الفضل هم الذين يرشدوننا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. اهلا يا شيخنا، الله يعطيك العافيه يا رب. كنت عايز اسالك يا شيخنا بالنسبه للذكاء الاصطناعي في الحديث. الذكاء الاصطناعي في الحديث لم تختمر في ذهني لم تختمر في ذهني الان فكرته. لم مواقع كثير في الذكاء الاصطناعي. لم تختمر في ذهني الان فكرة الذكاء الاصطناعي في الحديث، فدعني مدة إلى أن تختمر الفكرة وأنظر ما الذي فيها من خير وما الذي يحترز منه وأفيدك، أما الآن أعتذر. الله يبارك فيك يا شيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ محمد الجايدي، بارك الله فيك. يا شيخ إيهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا الحبيب كيف الحال؟ الحمد لله بخير. اسمح لي بصحيح أربع حديث بعدين. تفضل تفضل. خير الأصحاب عند الله خيرون لصاحبه، وخير الجيران عند الله في سنده بعض الضعف. نعم. في سنده بعض الضعف. نعم. الحديث الثاني، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. لا يصح سنده. نعم. ظل المؤمن يوم القيامة صدقته، هكذا. المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة حديث إلى الضعف أقرب. نعم. الحديث الأخير، لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. لا يصح. نعم، جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. عزيز فضلك يا شيخنا. تفضل. كيفية التوبة من المشاركة في شيء من الرشوة في المال العام؟ الاستغفار و إصلاح ما قد أفسدته قدر الاستطاعة، إصلاح ما قد أفسدته قدر الاستطاعة، و التصدق. يعني إن الحسنات تذهبن السيئات. عودة المال لصاحبي ده حرام أصلا. حرام؟ يعني الراشي أرشى مرتشي. لا، أنا بقول إذا كان في إمكانية لإصلاح ما قد فسد تصلح ما قد فسد. تصلح ما قد فسد. صعبة شوي. خلاص، إذن أكثر من الصدقات مع الاستغفار. الصدقات فيما يخص المال الحلال. أنا بتكلم عموما من باب إنك ارتكبت الآن ذنوب. تمام. نريد أن نضع في كفة الحسنات حسنات. لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس الشيخ محفوظ. اتفضل. بلاك الشيخ مرس محتاجين دعوة منك كده، بس محتاجين منك دعوة إن شاء الله في البداية. الله يسكننا وياك الفردوس والسمعين والسماعات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل حضرتك بعض الأسئلة؟ ممكن إن شاء الله. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك، هل يجوز للزوجة أن هي تدعي أن هي تكون الزوجة الأولى والأخيرة لزوجها، ولا ده في تعدي في الدعاء؟ ما استطيع ان اقول ان في تعدي، يعني لا يبتدئ لل يعني هي عارفه ان هو مش حرام، بس سبحان الله يعني رحم الله امرئ على فقد نفسه، يعني هي تبقى قدره، يعني في حد يستطيع وحد لا، فهي بتدعي بالدعاء ده، بس في حد بس هي ممكن تقول يعني يا رب اعصمني من الفتن وجنبني الفتن ولا تحملني ما لا طاقه لي به يا رب، ممكن تقول ده كده احسن خروجا من الاختلافات في هذا الباب. تمام يا شيخ. الله يكبر. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم اخو حضرتك. الحمد لله بخير. طيب هو في استفسار حضرتك، يعني هل يجوز للام ان هي تبيع حقها في الميراث احد الابناء حتى دون معرفه اخوته؟ خاصة إذا كان في خلاف على الميراث. حقها ميراث من؟ ميراثها من أبيها ولا ميراثها من من؟ لا ميراثها من زوجها، الأم من زوجها. أيوه يعني ورثت امرأة زوجها. هم أصلا التاني كلام توزع بسبب خلاف على الورث. فهي ثم في بنات وولد وحيد. أيوه. فإرضاء للولد يعني أو مش إرضاء، هو هي بعت له دون معرفة البنات يعني إلقاء نهائي. أيوه يعني التحصيل انها وهبت ابنها هبة دون البنات. هي دون البنات، بس في حاجة هو بتقول ان هي يعني بعته مقابل يعني خرت مقابله يعني. افهم كلامي. احنا لا محدش الا حد شاف. افهم كلامي بس يعني. افهم كلامي يعني. محصلة سؤالك ان امرأة وهبت ارثها من زوجها لابنها دون سائر البنات، يعني انها وهبت لابن هبة ولم تهب لسائر البنات، هذا باختصار. نعم. ننظر لماذا حدث هذا، هذا السؤال. إذا قالت هذا الابن أنا في كنفه بعد الله سبحانه وتعالى، هو ساعدني في تجهيز البنات كلهن. لا 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 اصبر يا أخي، افهم. البنات كلهم متجوزين. أنا أفترض افتراضات، افهم بس معي، افهم بفترض يعني إن أتت بسبب قالت أنا الآن هذا الولد حججني وهذا الولد وقف بجانبي وعمل كذا وكذا، فأنا أعطيت هذا مقابل هذه الخدمات، فسنقول إذا كان الكلام مقبولا هذه هبة مسببة ولا بأس بالهبات المسببة. إذا لم يكن لها سبب، لم يكن لها سبب، فحينئذ يكون ظلما لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. طيب يا شيخ مصطفى، هو حتى لو كان بعده مقابل مادي؟ بعت حق ابنها بمقابل مادي؟ يعني لو هو اداها فلوسه يعني اعطاها الاموال. بس ما حدش يعرف، احنا هي ده اللي قالته وعلتها. صبرا يا اخي بس. ان هي بعت، هي بتقول ان هي اصبر علي لوجه الله، اصبر علي لوجه الله. تمام. هل يجوز للولد أن يشتري من أمه أرضا بمقابل مادي؟ يجوز إذا كان بنفس السعر الذي يباع به ويشترى. تمام. خلاص. يعني إذا الولد اشترى من الأم الأرض بنفس السعر اللي الأرض تباع به، ما فيش مشكلة، أعطاه الفلوس. تمام. خلاص. بارك الله فيك يا نصر قيس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي الحال يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ سمعت راي الشيخ ابن عثيمين بيقول فيه، الشيخ ابن باز بيقول فيه ان اجتماعات الاخوان من 72 فرقه. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ مصطفى. اتفضل. اتفضل.
انت ماشي بث مباشر دلوقتي؟ اي نعم بث مباشر. ماشي. طب كنت عايز بس اتكلم في الموضوع اللي حصل في السعوديه دي. موضوع ايه؟ اللي هو اللي في وحده راقصه يعني كده هم جايبينها من بره وبتقول كلام كده غريب يعني. القاعد لله الونسه وتدر لله الونسه. ننظر في هذا. كلمني عن الخاص الاول استثبت من الكلام. الله يستر عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. دلوقتي يا شيخ، حد في شخص حد قريبه توفى من اسبوع. الله يرحمه. هو نزله الله يخليك يا شيخ، نزله للمقبرة ودخل جوه. من ساعة ما خرج بقاله اسبوع يا شيخ حالته متغيرة وعمال يهلوس يمكن أعصابه تحصل لها حاجة. لا بأس يرقي نفسه بالمعوذات. معوذتين معقوله الله أحد ثلاث مرات ويدعي الله بالشفاء ويرد نفسه على طبيب أعصاب لعل في شيء أعصابه تهزت لأي عارض. وربنا سبحانه وتعالى يعني جعل الطب والدواء. والنبي قال تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. فمعنى العلاج الشرع الرقية والدعاء، ومعنى العلاج البدني الأطباء المختصون. بارك الله فيكم. شكرا لك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ شيخ بس اكمل باقي الاسئله ممكن؟ اتفضلي يا اختي. لو سمحت يا شيخ، يجوز لمعلمه القران ان هي تعلم الاولاد اللي هم في سن ثالثه اعدادي اولى ثانوي وكده ولا؟ والله هؤلاء مراهقون والاولى ان يتولاهم رجال افضل من المراه، بل الألزم خاصة مع وجود المراهقين. الله يحفظك. يعني الأفضل، لأن طبعا مش هتعلمهم من وراء حجاب، هتعلمهم من وجه لوجه. هي بتبقى منتقلة ولابسة النقاب والجنب، بس هي يعني والله يا أختي نخشى عليها. الأولاد في الإعداد الآن يا أختي شريرون. اه الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ليثبت كتاب السنة لعبد الله بن أحمد لو؟ والله هذا الموضوع ما حررته التحرير الكافي. نعم. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا سألتك على فتوى الشيخ ابن باز في جماعة الإخوان. أنا عايز أقول لك حاجة الأول، أريد أن أقول لك شيئا الأول. تفضل يا شيخ. الحمد لله، الله يزيدك من فضله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. في زيادات وردت في هذا الحديث، منها كلها في النار، منها ما أنا عليه إلا واحدة، منها ما علي أنا وأصحابي، منها أنهم النزاع من القبائل، إلى آخر الاختلافات. تديني لله بعد مراجعة هذا الحديث أن الحديث لو ثبت فثباته أو ثبوته إلى قول وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. كل الزيادات وراء ذلك كلها في النار، النزاع من القبائل الذين يصلحون إذا فسد الناس، كل هذه الزيادات أختار تديني أنها ضعيفة. بل القدر الأول نفسه افترقت اليهود على 71، كل طرقه لا تخلو من مقال. فإن حسنها شخص سيحسنها بمجموع طرقها، لكن زيادات كلها في النار إلى آخره زيادات ليست بثابتة. ثم إن ثبتت هذه الزيادات
أرجو رجاء 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 من الأخ الكريم المتصل أن يراجع كلمات الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب قبل أن تنسب لشخص ميت كلاما لم يقله. أرجو لوجه الله الكريم أن تتثبت من كلام الشيخين الفاضلين رحمة الله عليهما الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد ابن صالح ابن سمير. معلش أنا أقول لك شوف شوف يا شيخ أنا لازم نوثق أي معلومة أي معلومة لازم توثق وخاصة مع أهل العلم وأهل الفضل الأموات وكتبهم موجودة ومنتشرة والحمد لله بس استخرج لنا من كتبهم ما تقوله ونحن إن شاء الله نعتقد أنهم أهل علم وأهل فضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لا يا شيخ ترى انا معاك دلوقتي فبقول لك احنا عايزين رد يعني في موضوع السعوديه دي. والله ما اعرف عنه شيء الا منك الان، دعني انظر الخبر بدقه واشوف ما الذي قاله. ده هو ما انا شايف ان الموضوع كبير وموضوع يعني مش والله يا اخي بسيط. والله ما اعرف والواحد ما فيش فيه مثلا ان هو فرصه يتصرف ولا يعمل ايه ولا اي حاجه. طيب اتركنا 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 ان شاء الله نعرف ايه الموضوع وما التوجيه المناسب، لكن أفاجأ بشيء أنا والله ما أعرفه، فامهلنا ننظر ما الخبر وما التوجيه الذي يقربنا من الله. تمام. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. إزيك يا سيدنا؟ طيب ولله الحمد. بارك الله في عمرك يا شيخ وبارك وفي عمرك. الله يبارك. نعم كل خير يا شيخ. يا رب وإياكم. في سؤالين بعد اذنك. بارك الله فيك استاذ محمد سيف خوي، تفضل الله يحفظك. دلوقتي بالنسبه عايز اعرف الضابط للامام في الصلاه من ناحيه التطويل، يعني الواحد لما بيتبع السنه في مقدار معين كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرا من بعض السور في القراءه بالناس. شوف اختصارا نعم يلزمك ان تراعي احوال من هم من ورائك. تمام. هل هم يتحملون، هل هم شباب، هل هم إلى آخره. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حسنه بعض أهل العلم لما قال الرجل يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. لو صحت هذه اللفظة ننظر إلى حال المصلين، لكن النظر إلى حال المصلين له أدلة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه أيضا من أما الناس فليخفف فإن من ورائه السقيمة والضعيفة وذا الحاجة. والله أعلم. محمود زكي أنا ما عرفت السؤال يا محمود زكي. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزك بس أرجوك تدي اقفل الباب يا عبد الرحمن. نعم مصطفى. نعم. بقول لحضرتك اهتمامات الناس دلوقتي بقت بحاجات تافهة جدا، يعني كورة، مسلسلات، الحاجات دي. فعايزين يعني كلمة من حضرتك كده الناس تنتبه للدين والأخلاق والقيم ونرجع تاني يعني. إن شاء الله تأتي في محلها بتوسع بإذن الله. إن شاء الله. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كان عندي سؤال عن الزكاة. اتفضلي. أنا كان معايا مبلغ من المال دخلت بيه مع مجموعة من الشركاء في مشروع. المشروع ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ثلاجة تبريد أغذية. يعني بمعنى ان المال بتاعي ده أصبح على هيئة ارض ومباني وماكينات تبريد. ايوه انت شريكة بنسبة في المشروع. ولك بمثل يا دكتور عمرو. حفظك الله يا ابو عبد الرحمن الشيخ طارق. السلام عليكم.
ولكن مثل الشيخين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى اتفضل. الله يكرمك. سؤال بس يا شيخنا بسط. حضرتك أمال الأموال القصر عليها زكاة؟ أموال القصري عليها زكاة. قالت عائشة رضي الله عنها: ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. هذه الأموال في مجلس حزبي لا ماليش. إذا لم تكن حالياً. إذا لم تكن تستطيع التوصل إلى الأموال وإقامة أمر الله فيها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب والفوائد اللي تنزل عليها دي هل أنا فيها وجهان؟ يعني أنا لو استحلت هل علي الذنب مثلا؟ فيها وجهان، فيها وجهان. الوجه الأول، الوجه الأول في هذه الأموال التنزع عنها، والوجه الثاني الاستفادة بها والإثم على من سمرها تثميرا خاطئا، لأن صاحب المال أجبر على هذا. طيب لو أنا أخذت الوجه الثاني، لأن مثلا أمال دي قاعدة أنا جبت لك يعني الوجهين في الحقيقة، وأنت اختر ما تراه قريبك من الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. شيخ مصطفى عندي سؤالين. اتفضل. شيخ مصطفى، هو لما الواحد يعني بعد انتهاء من عملية التبول يمسح بثلاث مناديل ثم يقوم يعني بالاستنجاء بالماء، فهل الماء ده طاهر ام نجس؟ لما الانتهاء من عملية التبول الانسان يمسح يعني الواحد يمسح بثلاث مناديل ثم يعني يستنجى بالماء، فهل الماء ده طاهر ام نجس؟ يمسح بماء؟ لا، يمسح بثلاث مناديل. مسحت بثلاث مناديل وبعدها جبت الماء تصبه على العضو. كيف الماء نجس ولا طاهر يعني؟ مش فاهم. يعني الماء متطاير حول الفخذ وكده، فهل لا ده انت موسوس. الله يغفر لك. الله يتوب علينا وعليك. شيخ سؤال ثاني. ما في نجاسه الان، انت مسحت مكان البول وبعد كده يعني اصبح المكان طاهر كحضرتك؟ ها؟ اصبح المكان طاهر؟ اصبح المكان طاهر؟ ايوه اصبح طاهر. ماشي. سوي. يجب على ولاة أمور المسلمين في كل دول العالم أن ينهوا عن المنكر، لا أن يستقطبوا المنكر، بل يجب عليهم في كل دول العالم أن يتناهوا عن المنكر، فإن الله سبحانه وتعالى قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فعلى كل ولي أمر في بلدة مسلمة، وعلى كل ولي أمر لأية مؤسسة حكومية أو غير حكومية أن يتناهى عن المنكر، وإلا فربنا سبحانه وتعالى سيؤاخذه. وقد قال ربنا في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف شيخ مصطفى؟ اتفضل. ازي حضرتك؟ طيب والله الحمد. بقول لحضرتك دلوقتي أنا قاعد في شقة إيجار جديد يعني، فالناس اللي أنا قاعد معاهم بيأذوني كتير وكده، فأنا مضطر إن أنا أمشي من الشقة ومعايا أسرتي يعني. طيب. فأنا دلوقتي في موضوع التمويل العقاري دوت، طبعا بدور على شقه تانية عشان اجرها. الشقق بقت غاليه جدا وفوق قدرات يعني بتاعت الايه. تعني انك تريد في النهايه ان تقول انك مضطر لشراء شقه من شقق الاسكان الاجتماعي؟ بالضبط. لضرارتك انت وبينك وبين ربك، انت الذي ستشتكي الى ربك العذر. تمام. وهو العليم بي وبك. السلام عليكم. جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت عايز أستفسر، أنا صيدلي وشغال في الصيدلية، وكنت عايز أسأل عن حكم بيع المهدئات مع أنها ليست مسكرة لكنها بتسبب السعادة.
اللي هي المهدئات. المهدئات هل تذهب بالعقل؟ لا تذهب بالعقل، لكنها تسبب فتور اللي هو السعادة كده. هل من ورائها ضرر محقق؟ ضرر بس مش يعني زي المسكنات كده. ما أنا بقول إحنا بين أمرين في التحريم، إما أننا نحرم لأنها تسكر، أو نحرم لأن من ورائها ضرر يقيني. فإذا لم يكن هذا وذاك متواجدان فلا بأس حينئذ، والله أعلم. بارك الله فيك أخ فتح عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ ربنا يحفظك رب العالمين. الحمد لله، حالي طيب ولله الحمد. الله يحفظك رب العالمين. لو سمحت شيخنا، هو أنا لي صديق دلوقتي بيسمعك على البث المباشر. تفضل. والده عصبي جدا يا شيخنا، ويعني يضيق عليهم في بعض الأشياء تضييق شديد. وعصبي للغاية للغاية. فصديقي دوت صدره ضاق وصاد به. فبيقول يعني انا هقول له انت غلط في بعض الاشياء، ما ينفعش يعني تعمل كده، ولابد انت تطلع ربنا سبحانه وتعالى في الامر ده. فانا قلت له لا ما ينفعش تقول له كده، لربما ما ينفعش. هل ما ينفعش ينصح والده؟ ايه؟ هل ينفع انصح والدي ولا ما ينفعش؟ ما هو والله يا شيخنا في ممكن يجروا حاجه لا قدر الله، ويكون النصح ده سبب في مثلا كسهم. انا قلت له انت ممكن كلمتك وانت غضبان تدخل زي السهم في قلب والدك وهو غير متوقع. طيب عفوا عفوا، الوالد ماذا يصنع؟ ماذا يقول الوالد؟ يعني سباب شتام لعان ولا ايه نظامه؟ ما هو يدعي له بقى ولا ايه؟ لا يعني ما توصيف الوالد؟ لا الوالد بيزعق كتير وبيشتم كده وبيدعي، مثلا ممكن يدعي مثلا يقول لبنته مثلا الهي ما تفرحي، او يقول لابنه مش عارف، او لكن هو ما بيضربش يعني. يعني إذا الولد قال له يا أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا ساعة يستجاب فادع فيستجاب لكم، بهذا الأسلوب عن رسول الله، هل الوالد هيموت يعني ولا إيه؟ مش عارف. لن يقبل. هيغمى عليه يعني ويموت؟ إيه؟ هيغمى عليه يعني ويموت إذا سمع هذا الكلام؟ لا ممكن الوالد يمسك فيه. خلاص ما احنا يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على ما اصابك. يعني هو يصبر مش يصبر وما ينكرش، ينكر ويصبر على الاذى بالحسنى، ينكر بالحسنى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا. اتفضل. إن أحد إخواننا في المسجد وهو من الحفاظ ومعلم القرآن والعربي والعدم عبر الإنترنت، وهذا يكون عبر شركات توصله بهؤلاء المتعلمين. فأتى يوما بعد صلاة العشاء يسألني عن مصدر لتعلم المقامات الصوتية، فقلت إنها محرمة وإنها أنشئت في حاضنات الراقصات والمغنيات وغيرهم من أهل الفسوق، وإن القرآن هم أهل الله وخاصته، فلا يجوز ولا يسوغ لأهل الله جل جلاله أن يقتدوا بأهل الفدور والمدون في هذا الباب، وإنه إن اتفق بتعليم القرآن. ما السؤال؟ ما السؤال؟ ما السؤال؟ كان خيرا له. أنا أسألك ما السؤال؟ في نهاية المطاف. ما السؤال يا حبيبي؟ ما سؤالك؟ سؤال هل المقامات الصوتية حلال أم حرام؟ أنا لا أستطيع أن أفتي بتحريم كل، لكن غاية ما أملكه أنها لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. السلام عليكم. السلام عليكم. الو الو يا عم. السلام عليكم يا عم. خلاص مضى عهد. الو نسيت يا شيخ عبد الكبير. عن تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. سماع القران اثناء المذاكره يا شيخ او المذاكره او اثناء النوم، هل هذا حرام او ام حلال؟ عدم الاستماع تقصد؟ أنا بسمع مثلا لما ذاكر ده مش من كده القرآن بس مشغل. لا بأس. إن قول الله تعالى عند جماهير العلماء وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، القرآن المتلو في الصلاة. قال الله أطال الله في عمرك يا شيخ. في طاعة الله جميعا والسامعين والسماعات.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ طيب من فضل الله، في نعم من الله لا يحصيها الا هو. الحمد لله. انا بكلم حضرتك والله. الحمد لله، الله يبارك فيك، تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ. معلش ما عندي كام سؤال كده يا شيخ. التسبيح المقيد بعدد مثل التسبيح عند الصلاة بعد الصلاة وأذكار الصباح والمساء. لو زدت على التذكير ده فأكون مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام؟ عن عمد؟ ايوه. يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه حث على 33 تسبيح، فأنت عن عمد خليتها 37، أيهما أهدى سبيلا؟ المستقيم على النص ولا إيه؟ أيوه طبعا المستقيم على النص. خلاص الحمد لله أجبتني، أنت أجبت نفسك، الله يوفقك. تمام الله يبارك فيك يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الشيخ، الجهر بالنية قبل الصلاة يجوز؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نويت أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا مستقبلا الكعبة، الله أكبر، لم يرد هذا. خلاص. أئمة الشافعية يعني يقول مثل معاول للقلب. أعرف أن أئمة الشافعية يقولون بالجواز وغيرهم يقول بعدم الجواز، لكن أنا مع من الآن؟ هل أنا حاججتك قلت لك قال أبي أو قال جدي أو قلت لك نسبت الكلام للرسول؟ هل فعل ذلك الرسول أم لم يفعله؟ أنا أسألك سؤالا، هل ورد على مسامعك أن رسول الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم مع كونه صلى آلاف الصلوات، هل ورد أنه قال نويت أصلي ركعتين الصبح حاضرا مستقبلا الكعبة الله أكبر؟ ورد ذلك؟ سمعته في أي حديث؟ أنا معك، لكن لم تسمعه في أي حديث. أنا مع هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. تفضل. عندي سؤال بس حضرتك بالله عليك. تفضل. حضرتك بس أنا كنت ساحب كرت وجبت بيه توك توك. وسرق التوك توك؟ نعم. سرق التوك توك ولا ايه بالضبط؟ لا 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 لا، التوك توك انا جبت الكارد وحطيت الفلوس في التوك توك، الكارد كله في التوك توك وشغال بيه. فالتوك توك بقاله سنه معايا وانا عايز اسد الكارد ده، يعني فاضل عليه فلوس، فما قداميش ان انا ابيع التوك توك. ابيعه ولا استنى لما اعمل جمعيه واسد الكارد؟ وانت الان اذا بعته هل يخفض عنك الربا او الربا لازمك؟ هي انا ندمت على كده يا شيخ، انا قد غلطت مني انا وانا ندمان عليه. يعني انا اقصد انا اقصد عزة. لا بس سؤالي اقصد الان اذا سددنا ثمن التوك توك هل الربا سيحذف ولا ما يحذف كده ثابت؟ هيحذف، هاخد الفلوس انا احطها اخلص الكارد اللي عليها كله. ولكن من ناحية ثانية أنا التوك توك ده أنا باكل عليه عيش. إن استطعت أن تأتي ببديل يريحك في دينك ودنياك أتي ببديل، ما استطعت افعل ما تراه يقربك من الله، الأمر سهل. لأن خلاص تم الأمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخان؟ الحمد لله. نشهد الله أن نشهد قدرة الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يرضى عنك يا شيخ. لو سمعت من الشيخ احنا إن شاء الله يعني ننوي يعني إن احنا نفتح محل مطعم يعني، فهل لابد فيها من الشيخ من منع الاختلاط وكده؟ يعني أنت هتخدم على الولد اللي جاب بنت أجنبية ولابسين بناطيل ولابسة كت؟ لا وانت لا المخدم عليهم. القضيه ان المطعم هيكون قدام كليه من الكليه، تمام؟
فبالتالي يعني في فتيات هتدخل تاكل ملهاش دعوه بالشباب يعني. هل تستطيع ان تفصل هذا عندك؟ ان شاء الله. يعني المكان هذا مكان للنساء وهذا مكان للرجال ممكن؟ هو المكان ضيق بعض الشيء لكن ممكن نستطيع يعني ان شاء الله. خلاص استطعت، خير وبركه الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سيدنا. تفضل. دلوقتي سيدنا لجنة الزكاة عندنا في المسجد في شيخ بيجي يدي درس تمام؟ هذا الشيخ يعني قالوا لي المسجد ما فيهوش فلوس، هل تتكفل أجرته؟ قلت لهم أتكفل بإذن الله. تمام، هو الشيخ بيتكلم في الرقائق وكده، ولكن هذا الشيخ اكتشفت ان هو شاذلي اشعاري صوفي. اسحب الكفاله خلاص. على هذه الكفاله؟ لا 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 تستمر على الكفاله، انت اكفل شخصا صالحا على كتاب الله وسنه رسول الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. تسأل قول أنا سلفي ليس علما، ولكن إذا كان يريد مثلا لا منهجك أقول له أنا سلفي، ما رأيك؟ في التقييد العام، التقييد العام يعني أننا لا ننشئ أحزابا جديدة. أنا مسلم. اصبر علي، تريد جاوبتك على السؤال؟ اي تريد الاجابه على السؤال؟ صحيح. طيب تريد الاجابه على السؤال، الله يسلمك. اقول وبالله تعالى التوفيق، لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ملة ابيكم ابراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، اي وفي هذا القران سماكم مسلمين. وفي حديث الحارث الاشعري عند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين من عباد الله. هذا التأصيل العام دون أي اصطلاح يسبب فرقة. لكن إن كان في مجال مثلا في فرقة مثلا كالروافض والخوارج، الروافض والخوارج والأشاعرة، فقال الشخص أنا سائر على نهج أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء حسن، حسن. إذا كنت أنا سائر على نهج الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهذا يكون مقيد، يعني يكون هذا الاصطلاح مقيد بحاجة إليه. فإذا جئت الآن لاصطلاح السلفي، اصطلاح السلفي هذا ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو بالمدلول الطيب الذي ينم عن خير كاصطلاح المؤمن مثلا أو اصطلاح المسلم. السلفي ممكن يكون سلفك صالح وممكن يكون سلفك طالح. فاصطلاح السلفي إن كان سيولد لي تحزبا وجماعة كجماعة أطلقت على نفسها السلفيين وتخرج عن نطاق أهل السنة وتعادي من لم ينتظم معهم، لا والله أنا مسلم ومحافظ على ديني وكتاب ربي وسنة نبيه، معتقدي معتقد رسول الله والمرسلين وأصحاب رسول الله. الرسول عليه السلام، أذكر الأخ الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا من سفر، فكسع مهاجري أنصاريا، ولا اصطلاح الآن أفضل من المهاجرين والأنصار. فكسع المهاجري الأنصاري فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. مع النبي أثنى على الاثنين في الكتاب العزيز، لكن لما ولدت هذه النداءات فتنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. أي دعوة تفرق المسلمين؟ دعوة منتنة. أما أننا أقول أنا مسلم
الحمد لله من أهل السنة في حال الاحتياج إلى كلمة معتقدي معتقدي السلف الصالح، هذه الأشياء تكون استثنائية وتسوغ في هذه الحالة. لكن أن ينشأ عليها حزب وجماعة وتدعو إلى ما هي عليه حزب وجماعة وتعادي من لم ينتظم معها، ما عندنا أسماء أخرى. يعني ما الفرق بين السلف وبين أنصار السنة على سبيل المثال من وجهة نظرك؟ يعني أيهما أقدم، اصطلاح السلف ولا اصطلاح أنصار السنة؟ لكن هل نحن نحبذ الانضمام إلى الجماعة تقول أنا أنصار سنة وأنا سلفي وأنا من أخواني وأنا مش عارف، أنا مسلم أخو لكل المسلمين، لكن إذا احتاج الأمر أقول أنا لست خارجي، أنا من أهل السنة، أنا لست رافضي، أنا من أهل السنة. وجد الداعي إلى هذه الكلمة فحيث وجد الداعي أقولها. أقول يعني نقول مثلا أهل مصر، أهل السنة في الغالب الحمد لله ليسوا روافض، ليسوا روافض في هذا الباب، باب مقابلة الروافض. فتكون حالات تستعمل عند الاحتياج إليها، أما أننا نؤسس جماعات ونتنادى ونتداعى بدعوى الجاهلية ما أستطيع أذكرها. وحتى الذين يقول عن نفسه يصف نفسه بأوصاف زيت تحرر، لا تجده لا يتبع صحابي ولا يتبع تابعي بعد رسول الله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حياكم الله يا شيخ. وحياك، تفضل. سمعنا أنك درست تحت هذا الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ طيب والحمد لله. يا رب دائما. معلش يا عم الشيخ الله يبارك في عمرك، انا راجل تاجر قطع غيار مستعمله في الصراف المستعمله وكده اللي هي الاستراف. الله يبارك. في شخص ما جالي عميل يعني زبون عندي، جالي بتاع من سنتين ونص ياخد من عندي نص خلف للعربيه عنده، فالراجل دوت ساعتها سعر العربيه الخلف نص الخلف كان سعره 10,000 جنيه. تمام كده يا عم الشيخ؟ فالراجل ساعتها اخد النص دوت اللي هو قطعة الغيار الكبيرة ديت وكان ناقص لي بعض القطعة. يا عم الشيخ؟ ايوه بعد. وكان ناقص لي بعض القطع، فقال لي ديت تبقى توفرها لي، قلت له خلاص ماشي. الراجل دوت غاب عني قيمة سنتين، أنا معرفش عنه حاجة، ولكن العرف في مجالنا إن إحنا مش بندور على العميل، العميل هو اللي بيبقى ليه حاجة، هو اللي بيتصل وبيقول عايز الحاجة. في سؤال؟ لا لا، في سؤال، في سؤال. أسألك. ايوه يا شيخ. هو اشترى هذه السلعه نقدا او الى اجل؟ نقدا كاش. يعني الحمد لله خلصت منه، بقي ايه؟ الوعد انك توفر له القطعه. القطعه الباقيه من الجزء اللي هو واخده. اي نعم. تمام كده. فالراجل دوت اختفى سنتين ما اعرفش عنه اي حاجه، فوجئت للشخص دوت بقاله شهرين ظهر من جديد بيقول لي انا والله حصل عندي ظرف ما وبعت العربيه وخلاص انا ما بقتش محتاج قطع الغيار، انا عايز فلوس. فانا النهارده احاسبه ان قطعه الغيار دي من سنتين كانت مثلا ثمنها 1000 جنيه ولا النهارده فعليا ثمنها 4,000 جنيه؟ لا، من يومها. احاسبه على سعرها يومها. اي، لان هو الذي تخلف. تمام. هو هنا بيستند للحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو اللي كان الرجل الصالح او اللي هو اللي هل يلزم كان عنده اجير. لا، هل يلزم الغنم دي كلها بتاعتك؟ افهم يا حبيبي، هل يلزم كل شخص أن يفعل ما فعله الرجل الصالح أو أن هذا فضل منه؟ هذا الرجل الصالح لو كان عنه الدنانير 5 دينار هل يأسم؟ لا 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 يأسم. بس السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. أنا كنت بكلم حضرتك من شوية عن سؤال الزكاة. اسألي. كان معايا مبلغ من المال ودخلت بالمبلغ في المشروع مع مجموعة من الشركاء. أيه. المشروع ده عبارة عن ثلاجة التبريد. طيب. يعني المبلغ بتاعي اتحول لأرض ومباني. أرض ومكن يعني التبريد. وبعدين؟ والمشروع ده فضل تحت الإنشاء زيادة عن 4 سنين. أيه. بعد كده بدأ الشغل في المشروع.
فبنأجر العنابر بتاع التبريد دي والناتج باخد كل شهر مبلغ من الناتج التشغيل. ايه؟ انا عاوز اعرف يعني انا عليا زكاة وازاي احسبها؟ ليست عليك زكاة هي لا خالص، الا اذا اجتمع معك مال اه وبلغ النصاب ومرت عليه سنة. ايوه، اذا اجتمع معك مبلغ من المال، هذا المبلغ بلغ النصاب ومرت عليه سنة، يزكى حينئذ المال، لكن ليس على أصل الشركة. كبالضبط واحد أنشأ بيتا كبيرا، برجا كبيرا، وقسمه شقق، كلفه البرج 100 مليون مثلا، وبدأ يبيع الشقق، بدأ يؤجر الشقق، ما على الأصل زكاة، ما على البرج نفسه زكاة، إنما الزكاة على الرياء الناتج إذا مر بلغ النصاب ومرت عليه سنة. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. الحمد لله بخير. الحمد لله. أستأذنك بس عندي استفسار في حاجة. أنا عندي مشروع تجاري فكرته ببساطة إن أنا زي بستورد للناس اللبس من بره، أنا ما بشتريش وببيع، ولكن بيدخل الشخص بيختار الحاجة اللي هو عايزها وأنا كأني بستوردها بوصلها له. فعندي سؤالين. أول سؤال، في حالة إن أنا شايف إن البضاعة دي خامتها وليكن مثلا فيها حاجات بوليستر أو حاجة زي كده، هل أنا مفروض إن أنا أقول له أو مفروض إن أنا مثلا ده حاجة أنا مثلا علي ذنب لو الخامة دي أنا مثلا ما بجيبهاش لبيتي؟ بس عفوا انت الان بس نريد نوصف عملك، هل انت وكيل او بائع؟ لا انا ما بتملكش البضاعه ولا بتاعها، يعني انا كل الفكره يعني عفوا افترض ان انا رجل تاجر، لازم اوصف نفسك انت تاجر او وكيل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم، عندي سؤال يا شيخنا، ربنا يبارك في عمرك. اسال الله يحفظكم. شخص له عند اخر مبلغ 10,000 ريال. طيب، اتفق الطرفان ان يرد المبلغ بالجنيه المصري. لا يجوز. فظل لا يجوز؟ لا يجوز طبعا. الا يكون التراضي عند السداد. عند السداد. عند السداد تراضى ويمشي. طب هو المدين فضل يماطل لغايه ما سعر الريال ارتفع وماطل. فهو صاحب الحق الآن يأخذه بالريال. شوف يا أخي الكريم، كما سلمت تستلم. أي. إلا إذا ترضيتم عند السداد. أي. عبد الرحمن، بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفق، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء تقبل دعاءنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين. احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا المعارج يا ذا الفواضل يا ذا الجلال والإكرام يا خير المنزلين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واستل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.